فيديو ليه عملته على القناه كنت بتكلم على كابتن احمد شوبير وتصريحه بتاع الجزائر في المتناول، عشان خاطر سبحان الله البرنامج بتاعي بان انا اتكلم على الدوري المصري وايه ماتش الاهلي وماتش الزمالك والاسماعيلي والكلام ده كله اتغير بعد التسريبات اللي عملها الصحفي الفرنسي رومان مولينا. تسريبات رومان مولينا اللي فكرتنا بتسريبات ادوارد سنودن وكمان تسريبات بنما، التسريبات اللي فضحت حاجات كتير جدا في عالم كره القدم، التسريبات اللي قالت لنا ان لسه عالم كره القدم مليان مشاكل، والتسريبات دي في دول عربيه وفي مسؤولين عرب اتلطوا في الموضوع. وهنيجي للكلام ده ومن غير زعل عزيزي، لان التسريبات هنا على حسب الروا هو رومان مولينا. مولينا بدا الكلام في المشاكل الجنسيه لان هم عارفين انك في فرنسا، قال لك ان اللي فيه لعيبه كبيره كتيره جدا في الدوري الفرنسي والانجليزي هتعاني من مشاكل صحيه بعد ما تبطل كوره بسبب مشاكلها الجنسيه وان هي عندها شذوذ وكلام فاضي من ده ملناش دعوه بيه. اتكلم على موضوع التسنين وان قائد منتخب بوتسوانا تحت 17 سنه عنده 20 سنه وبيلعب بشهاده لاعب متوفي والمشكله انه لسه بيلعب. وموضوع التسنين ده عزيزي موجود عندنا في مصر اساسا، مش بوتسوانا، ده موجود عندنا في مصر يا باشا. وكل بطوله نطلع نلعبها يكتشفوا ان احنا عندنا مشاكل في التسنين وان اللعيبه دي متسننه ومتزوره، واخرها فضيحه منتخب 2003 اللي كله راح يلعب بسم الله ما شاء الله رجع لنا اكتر من نص الفريق بسبب ان هم مزورين. فموضوع التسنين ده موجود وهيفضل موجود في القاره الافريقيه. اتكلم في كل الاتحادات في كل القارات مليئه بالكوارث والفضائح الجنسيه بين رجال ورجال ونساء ونساء. رئيس اتحاد الكونغو متورط في قضايا ما يحدث في جميع انحاء العالم لا يصدق. الله يرحمه عمرو فهمي كان بيتكلم في الموضوع ده قبل ما يموت، كان بيتكلم على فضائح الاتحاد الافريقي والفضائح اللي متورط فيها مسؤولين في الاتحاد الافريقي، فضائح جنسيه وفساد مالي، وما تمش اثبات ان الكلام اللي كان بيقوله عمرو فهمي ده صحيح الا للاسف بعد ما توفى وربنا رجع له حقه، وان هو الاتحاد الافريقي كله مفترض ان هو احمد مشي وجبنا رئيس اتحاد افريقي جديد علشان خاطر الفضائح اللي كانت موجوده نبطل ونقلل منها. اتكلم كمان على داخل مقرات الفيفا تم اختصاص فتاكاسر. بص موضوع الهوس الجنسي والكلام عن الجنس الكتير اللي موجود في الحوار بتاعه احنا مش هنتطرق ليه خالص. هناك تلاعب في نتائج في مباريات قاره اسيا ولديها المعلومات. اتمنى انك تطلع المعلومات عشان خاطر عرب اسيا بيزعلوا جدا من الكلام ده. مليبا المغرب يقوم بكل شيء في الاتحاد الافريقي. في ناس كانت بتقول ان المغرب ليه بتلعب كل ماتشاتها في المغرب، اظن الرد جالك. سأنشر قريبا كتاب عن ارتباط تنظيم القاعده في اليمن وتنظيم مباريات كره قدم لانتقاء اللاعبين الى الجهات، نفس الهوس اللي انا كنت بتكلم معاك فيه، هوس جنسي وهوس بالارهابيين وكلام كتير جدا ما اعتقدش انه ليه باع من الصحه وما اعتقدش انه ليه نسبه كبيره من الصحه، اعتقد ان هو كله هبد. الفساد في اسيا طاغي لدرجه ان اللاعبين على مقاعد الاحتياط يرهنونا في مبارياتهم ويربحوهم. ممكن اصدق جدا كمان، بس فين في اسيا؟ ما عايزين نفهم بقى فين في اسيا بالظبط عشان خاطر اخواتنا بيزعلوا برضه. باريس سان جيرمان استخدم الاموال لتغيير نتائج مباريات وايضا عن انتقالات اللاعبين والمال لا يمثل اي اهميه ويقومون بدفع اي مبلغ على لاعب من اجل جلبه. هناك منظمات ارهابيه لها كلمه عليا في الهرم الاداري باريس سان جيرمان. بص موضوع الاموال ده انا اتفق معاك بشده، باريس سان جيرمان فعلا بيدفع فلوس بالعبط ومحدش عارف هو الفلوس دي مصدرها وكمان يعني المفترض ايه المنطق انك تدفع في اللعيبه فلوس مبالغ فيها كده، محدش فاهم اي حاجه، بس موضوع القاعده والكلام ده ما اعتقدش بصراحه. عندما احصل على الوقت ساكتب كتاب عن قصه نصر الخليفي الحقيقيه ومع كل الناس الذين حوله. يعني ده لو ربنا كتب لك عمر بقى بعد كل اللي انت بتقول ده. نحن نصر على كره القدم النسائيه في الفيفا لكن لا نضع اي ضمانات للامن، هناك انتهاكات في كل مكان وعلى منطقة عالمي. اخرهم المشكله بتاع حارسه مرمى منتخب ايران اللي المنتخب المنافس اشتكى ان هي راجل اساسا متخفي في زي النساء وان هو صد 4 ضربات جزاء تقريبا وهم اشتكوا قال لك ده مش مستوى حارسه ابدا، ده حارس بس متخفي. فمشاكل الكره النسائيه موجوده. اشخاص مهمون جدا في فرنسا يجلسون في كل مكان للتحدث مع قرار نصر الخليفي، طبعا عشان خاطر الاموال. باريس سان جيرمان لا يستمد كرة قدم وكل شيء يفعله نصر الخليفي سياسي تماما وليس رياضي، دي حاجة معروفة. وطبعا موضوع ان السعودية كانت بتدور على نادي انجليزي يشتريه مش موضوع رياضي خالص، كلنا عارفين الحاجات دي. باريس سان جيرمان لم يتلاعب بالنتائج، طب ازاي من فوق كنت بتقول ان باريس سان جيرمان استخدم الاموال لتغيير النتائج؟ هو الموقع اللي حصل له لاج ولا ايه؟ الاستثمار القطري باريس سان جيرمان امر سياسي ولا علاقة له بكرة القدم، لا يهتمون ابدا بكرة القدم ولكن بالطبع يريدون الفوز. اعتقد ان هي حاجات كلها برضه عكس بعض. اللاعب الاسترالي جوش كافالو الذي اعلن انه شاذ حصل على مبلغ مالي لاعلان ذلك الامر، ايضا بعض اللاعبين تحصلوا على اموال لدعم اللاعب. حقيقه وحاجه صدقها جدا جدا وفي منظمات بتدعم الحاجات دي، في منظمات تتمنى ان لعيبه كتيره مشهورين يطلعوا يقولوا ان هم فعلا شواذ عشان خاطر تديهم فلوس.
هناك لاعب من نادي سبيزا الايطالي اختفى منذ مده ولا احد يعرف اين هو وماذا حصل له. ما اظن الموضوع مافيا. ناصر الخليفي يريد تركب باريس سان جيرمان بسبب ضغط العمل. ناصر الخليفي سفير قطر في فرنسا، كل التحدث معه هو متعب من قصه العمل والاتصالات، فليس مجرد رئيس نادي. الكلام ده كان اتسرب السنتين اللي فاتوا ان باريس سان جيرمان ناصر الخليفي زهق من تجربه باريس، وان ناصر الخليفي خلاص يعني زهق وجاب اخره من التجربه وعايز يبقى باريس سان جيرمان، بس الكلام كله اتغير مره واحده ما اعرفش ليه. المغرب اليوم من الناحيه الهيكليه هو افضل بلد في افريقيا. التركيبات الجديده في السنوات الاخيره استثنائيه، انه مركز تحكم كره القدم الافريقيه، وطبعا دي حاجات معروفه ان السيد فوزي ركح رئيس الاتحاد المغربي ليه دور مهم جدا في الاتحاد الافريقي، وان الراجل قد يكون واحد من اهم الاعمده في الاتحاد الافريقي، وقد يكون هو رئيس الاتحاد الافريقي الحقيقي المخفي، لان منتخب المغرب فعلا لعب المباريات بتاعته كلها في المغرب بطريقه يعني أرباكت ناس كتير جدا، وناس كتير جدا ما كانتش فاهمه هو احنا بنلعب تصفيات ولا المغرب بيلعب كل ماتشات على ارضه ولا الدنيا بالنسبه لنا عامله ازاي. عشان كده كلمه ان المغرب بيسيطر على كل حاجه في الاتحاد الافريقي اعتقد ان هي اجابه للسؤال بتاع الناس اللي كانوا بيقولوا ليه المغرب لعب كل ماتشاته في المغرب. تقريبا كل البطولات في جنوب شرق اسيا مزوره وبها تلاعب، ممكن اكون متفق معاك جدا فيها. في افريقيا يتقاضى معظم رؤساء الاتحاد رواتبهم مقابل عاهرات او دراسات لبناتهم في البلدان الكبرى. هناك مستوى من الفساد لا يمكنك حتى تخيله في افريقيا. وهنا جدير بالذكر بنتكلم على الاتحاد المصري والمشاكل الكتيره اللي فيه، واحنا لحد دلوقتي مش عارفين كلنا اتحاد كره قدم منتخب، واحنا لسه عايشين على اللجان المؤقته وكلهم ماسكين في الكرسي ليه؟ سبحان الله بدون اسباب. الكرسي ده مش مهم، انا جاي عشان خاطر اخدم البلد، صدقتك انا دلوقتي صح؟ اه ربنا يستر. قطر ستطلق اكبر اكاديميه تنس على مستوى العالم. ما تطلق براحتها يا عم، فلوس يا باشا مش عارفين نودوها فين. هناك ملف اخلاقي لفوزي لكح رئيس الاتحاد المغربي، وانتظر ان يتم تسريبه، ونحن ايضا ننتظر انك تثبت حقيقه الكلام اللي انت بتقوله. لاعبي ارسنال يستنشق الكثير من بالونات الهيليوم في غرفه خلع الملابس. طب وده تسريب ولا ده ايه؟ هناك لاعبين في الدرجه السادسه الايطاليه تم بيعهم بقيمه 20 مليون يورو دون ان يعلم احد. ازاي طيب؟ في حاجات غريبه برضه. في نيجيريا اسهل امر هو تزوير عمرك كلاعب كره قدم، حاجه عاديه جدا، وكان بيتقال ان في افريقيا اللاعب بيتم تسنينه بعد ما يتولد ب 10 سنين. رومان مورينا كانت حرب كبيره دخل باريس سان جيرمان بين توخيل وليوناردو، البلد كلها عارفه فرنسا ان ليوناردو ما كانش طايق توماس توخيل، ولا توماس توخيل كان طايق ليوناردو، كل الكلام ده حقيقي واتفق معاك جدا فيه. اسيا مليئه بالفساد زيها زي اي قاره. حاسه ايران مظلومه 100%، ولكن هناك بلد افريقي كان بعض الرجال يلعبون في فريقهم النسائي. الله اعلم. لم يفكر اي سعودي او السعوديه كدوله في شراء مارسيليا. اعتقد الكلام ده كله محتاج ادله، لو الكلام ده تم اثباته بالادله هكون ممتن جدا 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 ليك، لان واحد من اكتر الناس اللي شغالين هنا في مصر يعني لسه شغال في التدريب قريب، وشايف ان الكره المصريه مليانه فساد كلها، بس اتمنى ان انت تثبت ده بال وثائق، لان الناس هنا اول ما بتلاقي ورق حتى لو مزور بتصدقه. لو انت طلعت ورق وقلت ان كل الكلام اللي انت بتقوله ده حي، وقتها هنرفع لك الشابوه، وقتها مش هتكون زلزلت عالم كره القدم، بالعكس هتكون افدت عالم كره القدم. زي ما ادوارد سنودن عمل وسرب المعلومات اللي اعتقد ان هي اثرت في حياه ناس كتير جدا، وناس كتير جدا بدات تشوف الحقيقه وطريقه التعامل معاهم كانت عامله ازاي قبل تسريبات سنودن وبعد تسريبات سنودن، اعتقد ان هي اختلفت. اما تسريبات بنما والفضايح اللي تسريبات بنما انتجت عنها، وهي مشاكل اللي حصلت لمسؤولي الاتحاد الدولي الفيفا، وان الناس تم ملاحقتهم قضائيا علشان خاطر التسريبات دي. اتمنى ان تسريبات السيد رومان تكون تسريبات بناء على حاجات ملموسه وحاجات ما حاجات ليها تقدم ان دي حاجه حقيقيه بنسبه 100%. اتمنى انك تسرع في نشر الكتاب ده زي ما برضو كنت بتكلم، لو ربنا كرمك وطلعت عايش من الكلام اللي انت كنت بتقوله ده، ربنا يكرمك ويديك طول عمر عقبال ما تنشر لنا الكتاب، او عقبال ما تاخد الابيج وتقول انك كل اللي انت كنت بتقوله ده هو مجرد هبد. وانا شخصيا اتوقع الحل التاني هو انك تقبض فلوس حلوه من الناس بتاع باريس سان جيرمان اللي انت كنت بتهاجمهم، علشان خاطر يتقال ان والله يا جماعه اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. اتمنى الفيديو يكون عجبك، ولو ما عجبكش اعمل لايك او سبسكرايب في الحالتين عزيزي، وحاب اشكر كل الناس اللي اشتركت في القناه، وحاب اشكر جدا الناس اللي بتدعم او بتقول راي ايجابي او راي سلبي، او الناس كمان اللي بتقول انك بتتكلم بسرعه. وعايز اقول لك موضوع ان انا بتكلم بسرعه ده ان انا ما بكتبش سكريبت، لان انا شايف ان عالم كره القدم اسهل بكتير جدا من انك تطلع قدام الكاميرا تكون بغبغان. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش اوعى تفتكر ان انا بهاجم اي حد بيعمل سكريبت، بالعكس الناس بتحترم شغلها جدا، وقد اكون انا المشكله عندي مش هم المشكله.